ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بخير النهارده هنكمل بارت 2 من شابتر الامبريولوجي لطلاب فرع العلوم علوم النهارده هنختم شابتر الامبريولوجي ان شاء الله هناخد بس حاجتين فيه وهم حاجتين يعني خفاف مش مش حاجه كتيره يعني اول حاجه هتبقى الستام سيلز وهنعرف يعني ايه ستام سيلز وايه الفايده بتاعتها وهناخد تاني حاجه هي الكلوننج نبدأ أول حاجة سيلز cells بيقولك إيه بقى بيقولك ديورينج embryonic development cells are gradually differentiated into adult tissues. يعني إيه؟ يعني أثناء المراحل التطورية للجنين بيبقى عندي الخلايا تدريجيا بتبدأ إن هي تتميز لأنواع من الأنسجة. الأنسجة النضجة. بمعنى؟ يعني أنا قلت إن في الlecture اللي فاتت إن أنا عندي ثلاث طبقات جنينية اللي هي الاندوديرم والميزوديرم والاكتوديرم والحاجات دي. فالخلايا تدريجيا كده بتبدأ إن هي تتميز عشان تكون لي أنسجة ناضجة نسيج عضلي نسيج عصبي نسيج هيكلي وهكذا بحيث أن أنا أقدر أميزهم تاني بوينت عندنا بيقول لك cells in these embryonic stages can produce any cell type يعني إيه؟ يعني أثناء التطور الجنيني بيبقى عندي الخلايا الجنينية بتقدر أن هي تتميز إلى أي نوع من أنواع الخلايا تالت بوينت عندنا بيقول لك after each cell division cells become more adapted to the function of each other يعني ايه يعني بعد كل انقسام للخلايا دي الخلايا بتبقى اكتر تاقلم مع الوظيفه بتاعتها لان هي في البدايه ما كانتش متميزه كانت عباره عن لسه خلايا جنينيه ولكن الخلايا دي لما بتبدا ان هي تنقسم وبتبدا ان هي تتميز وبتبدا ان هي تتطور فبالتالي خدت شكل معين مثلا سواء كانت خليه عصبيه سواء كانت مثلا خليه عضليه وهكذا فالخليه اللي نتجت دي فخلاص اوريدي بقت متاقلمه على الوضع الجديد للوظيفه الجديده بتاعتها رابع بوينت عندنا بيقولك ان some cells lose their ability to divide like nerve cells and almost muscle cells يعني ايه يعني انا عندي بعض الخلايا بتبدا ان هي تفقد قدرتها على الانقسام زي ايه زي مثلا النيرف سيلز اللي هي الخلايا العصبيه وبعض الخلايا العضليه وزي ما في خلايا عندنا بتفقد قدرتها ان هي تنقسم تاني في خلايا بتستعيد قدرتها على الانقسام وبتنقسم مره واتنين وكمان الخلايا الوليده بتاعتها او اللي هي daughter cells تمام بتبقى كمصدر او سورس ان هي تنتج لي خلايا تانية يعني ما بتقفش عند الحد ده من انتاج الخلايا الخلية بتجيب خلية تانية والخلية الدوتر سيلز بتاعتها بتجيب خلايا تانية وهكذا اخر بوينت عندنا بقى بيقولك the cells that remain as a source of more daughter cells are known as stem cells وهي دي الحاجة اللي انا عايزة اوصل لها بمعنى ان انا عندي الخلايا اللي بتجيب خلايا تانية والخلايا الوليدة بتاعتها بتجيب لي خلايا تانية فبالتالي هي source او هي مصدر دائم علشان تجيب لي اكتر من الخلايا فالخلايا دي بالذات بسميها ستام وفيما بعد هنعرف بقى انواع الاستام سيلز وهكذا والوظيفه بتاعتها والفايده اللي بيستخدموها دلوقتي الدكاتره والعلماء وهكذا بعد ما تعرفنا على كده يعني تعريف شامل شويه عن الاستام هنبدا بقى نتعمق شويه ونتعمق فيها في الـ في الـ الانواع بتاعتها وهكذا فاول نوع عندي من انواع الاستام سيل بسميه الامبريونيك سيلز طب ايه هي الامبريونيك ستام سيلز دي بيقول لك Are the most flexible cells that can differentiate, and their daughter cells can produce a wide variety of cells type. بمعنى ان انت عندك النوع ده من الستم سيلز اللي هو الامبريونيك ده نوع بيبقى فليكسبل قوي بمعنى برضو ان الخليه منها تقدر تتميز لانواع كتير جدا ومختلفه جدا من انواع الخلايا يعني انت لو عندك مثلا نوع او خليه واحده من الامبريونيك ستم سيلز دي ممكن ان هي تتحول الى مثلا نيرفوس سيل ممكن تتحول الى ماسل سيلز ممكن تتحول الى نوع تاني مثلا زي الفات سيلز ممكن ريد بلاد سيلز بت بتتميز لانواع مختلفه جدا من انواع الخلايا وده طبعا بيخدم الطب في حاجات كتيره وهنعرف طبعا وظيفه الكلام ده ولكن قدام شويه ندخل بقى على اللي هي الادلت ستامسل وهي عكس الامبريونيك تماما يعني لما قلت في الامبريونيك ان هي سيلز كده بتبقى فلكسبل او بتبقى مرنه او بتقدر ان هي تتميز لانواع كتيره من الخلايا فالادلت ستيم سيلز بتبقى عكسها تماما يعني ما بتبقاش flexible يعني ايه برضو بيقولك these are less flexible cells or more restricted يعني هي خلايا مش مرنة خلاص ان هي تبقى مثلا اي نوع من انواع الخلايا بتبقى more restricted يعني مخصصة اكتر يعني مثلا نوع بيديني نوع واحد مش بيديلي فاريتى او مش بيديلي مثلا انواع كتيرة جدا من الخلايا زي ما كانت بتعمل كده الامبريونيك ولكن هي كخلايا بتديفرنشيت او ان هي بتتميز ولكن مثلا بتديني نوع واحد ما بتدينيش مثلا عدد كبير جدا من الخلايا لا بتديني مثلا فيو نمبر اوف سيلز وبكده نبقى خلصنا الستم سيلز تمام ال stem سيلز من الخلايا اللي الدكاتره دلوقتي بيعملوا عليها ابحاث كتير جدا علشان لو قدروا ان هم يوصلوا مثلا لطريقه ان هم ينتجوا بيها الستم سيلز دي او الامبريونيك خصيصا يعني هتبقى طفره كبيره جدا ليه لان الخلايا دي بيستخدموها الاطباء بقى لو نفع فعلا الموضوع ده ان هم بقى يعالجوا بعض الانسجه المصابه وهكذا ندخل بقى على بارت 2 في اللاكتشر دي وهو تطبع ملزمة او تعمل منها اكتر من نسخة فلوجيكلي قوي او طبيعي جدا ان انت تروح للراجل بتاع المكتبة تقول له انا عايز اعمل اكتر من نسخة للملزمة دي فانت بتديله الاصل وبعد كده بيدي النسخ طيب النسخ دي طلعت ازاي الراجل مثلا او صاحب المكتبة ده حط مثلا الاصل في في آلة التصوير وبدأت ان هي تطبع له الملزمة دي زي ما هي بالظبط مثلا لو كانت فيها ألوان وكده فهتطلع لك مثلا صورة طبق الأصل أو من الأصل اللي انت مديهوله فهي نفس الفكرة هو عمل لك نسخ ولكن في نفس الوقت الأصل لسه موجود فدي فكرة الاستنساخ هو عمل لك نسخ من أصل انت مديهوله ولكن لو جينا بقى نتكلم عن الكلوننج من الناحية اللي احنا هندرسها أو من الناحية العلمية بتاعتنا فالكلونينج عادة هو برضو إنتاج نسخ ولكن من شيء يعني بيبقى بيولوجيكال شوية او بيبقى اللي هو من كائنات حية او مادة حية في العموم فنبدأ أول حاجة بتعريف الكلوننج بيقول لك إيه؟ بيقول لك The term of cloning describes a number of different processes that can be used to produce genetically identical copies of biological entity يعني إيه؟ يعني هو عبارة عن مجموعة كده من العمليات اللي بتستخدم علشان أقدر أعمل أكتر من نسخة ولكن لشيء مثلا او لكائن حي او الماده حيه وهكذا ما ينفعش ان انا اجيب جماد وأعمله عمليه استنساخ العمليه اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه كانت توضيح بس يعني ايه ان انا اعمل نسخه ولكن في الناحيه العلميه اللي احنا بنعملها فلازم اعمل عمليه الاستنساخ دي على كائن حي او على شيء حي او ماتيريال حيه وهكذا ما ينفعش ان انا اعملها خالص على كائن غير حي تماما تاني بوينت لازم تبقى عارفها ان الماده المستنسخه لازم تبقى عندها نفس الجيناتيك ماتيريال من الاصل يعني مثلا لو انا عندي خليه ونسخت منها خليه تانية فالخليه المنسوخه دي لازم يبقى عندها الجيناتيك او الجيناتيك ماتيريال للخليه الاصل اللي انا نسخت منها وده لوجيكلي قوي انت لو رحت في المكتبه عملت تصوير لورقه او طباعه الورقه فالورقه اللي هتبقى منسوخه دي هيبقى ليها نفس الشكل ونفس الهيئه بتاعه الورقه الاصل اخر <applause> بوينت عندنا في السلايد ده بيقولك ان الريسيرشرز او الباحثين بدأوا يشتغلوا في المجال ده بالفعل وكمان قدروا ان هم يستنسخوا اكتر من حاجة زي بعض السيلز و even entire organisms او اللي هي بعض الكائنات الحية زي الجيب او اللي هو الخرفان طيب هل الكلوننج او الاستنساخ في منه انواع اكيد في منه انواع طب ايه انواعه عندي نوعين من الكلوننج او الحاجة natural. كلوننج او اللي هو الاستنساخ الطبيعي وتاني نوع هو الارتفيشال كلوننج وده ليه انواع كتيره جدا وهنتكلم عنها فيما بعد نبدا اول حاجه بالناتشرال كلوننج او بالاستنساخ الطبيعي نعرف بعض البوينتس كده عنه فايه هو الاستنساخ الطبيعي انت عندك الاستنساخ الطبيعي ده استنساخ بيتم كده من غير تدخل اي قوة بشرية فيه بمعنى يعني مثلا انت عندك التوأم فده بيبقى عبارة عن مثلا طفلين او اكتر تمام ليهم نفس الصفات الوراثية وليهم نفس الشكل وليهم نفس الهيئة تمام فده نسخة طبق الاصل من التاني او واحد نسخة طبق الاصل من التاني فده حصل دون تدخل من الانسان في الموضوع ده فده بسميه natural cloning حاجة كمان بتحصل زي ايه زي ان انا عندي في بعض البلانس او بعض الاورجانيزمز اللي بتبقى عباره عن خليه واحده زي البكتيريا وهكذا بتعمل عمليه اسمها اي سيكشوال ريبرودكشن او تكاثر لاجنسي التكاثر اللاجنسي ده بيعمل لي نسخ من الكائن الحي ده اكتر من نسخ كمان والنسخ اللي بتطلع دي بتبقى صوره طبق الاصل من الخليه الام او اللي هي الخليه الاصليه وبيبقى ليها نفس الجيناتك ماتيريال بتاعتها فكل ده بسميه ناتشرال كلوننج او بسميه استنساخ طبيعي كل ده حصل بصوره طبيعيه الانسان ما تدخلش في العمليه دي او غير من سلوكها علشان تعمل لي نسخ كل ده حصل بشكل طبيعي جدا فبوينت مهمه هنا بيكررها لك بيقول ان الناتشرال كلونز ار اولسو نون از توينز ان اند وهو هنا بيتكلم لك على ظاهره التوائم فالتوائم دي ممكن يبقى اتنين وممكن يبقى اكتر من طفل اكتر من طفلين يعني اوكي okay. فالعمليه دي بتحصل في الهيومن اللي هو الجنس البشري وكمان بعض المامز او بعض الثدييات الثانيه مش شرط الجنس البشري بس طيب عمليه او ظاهره التوائم دي بتحصل ازاي بعد ما الزيجوت بيتكون او بعد حدوث fertilization او بعد حدوث الاخصاب فاوريدي الزيجوت تتكون عندي فبيبدا ان هو ينقسم او سبلايتس ان هو ينقسم ممكن ينقسم لاتنين فهيديلي مثلا تو امبريو او جنينين او ممكن ينقسم لاكتر من اتنين فهيديني اكتر من توامين اوكي فدي فكره التوائم كمان عندك ان التوائم بيبقى ليهم نفس الجيناتيك ماتيريال او نفس الدي ان اي تقريبا يعني يعني مثلا لو اخين توام مع بعض فليهم نفس الجيناتيك ماتيريال لكن هما الاثنين بيختلفوا عن الاب والام لان هما الاتنين عباره عن ناتج آه مجموع الجيناتيك ماتيريال بتاعه الام والجيناتيك ماتيريال بتاعه الاب فبالتالي هما الاتنين زي بعض ولكن مش زي الاب والام بيختلفوا عنهم تماما ندخل بقى على النوع الثاني من الكلوننج وهو الارتفيشال كلوننج او الاستنساخ الصناعي وده طبعا الانسان بيبقى ليه دخل كبير جدا فيه فاعل الاستنساخ الصناعي ده بيبقى ليه اكتر من نوع ايه هم الانواع بتاعته اول نوع بسميه الجين كلوننج او الاستنساخ الجيني تاني نوع بسميه الريبرودكتيف كلوننج تالت نوع بسميه therapeutic cloning هنبدأ نعرف كل واحد بيتم ازاي والميكانيزم بتاعه بالظبط بس في بعض البوينتس لازم تبقى عارفها عن الاستنساخ الصناعي وانواعه قبل ما نبدأ في كل واحد بميكانيزماته بالظبط فأول بوينت بيقولك ان الجين كلوننج produce copies of genes or segments of DNA لوجيكلي قوي انا قلت ان اول نوع هو الجين كلوننج فعلشان اقول يعني ايه جين كلوننج فهو عبارة عن ان انا بعمل نسخ لبعض الجينات او بعض السيجمنتس او اللي هي القطع من الدي ان اي فده اول حاجه تمام بيتميز بيها الجين كلوننج اما البوينت الثانيه بيقول لك ان الريبرودكتيف كلوننج produces cubs of whole animals يعني ايه يعني النوع الثاني اللي هو الريبرودكتيف كلوننج ده مش بينتج لي مثلا نسخه من جين ولا نسخه مثلا من سيجمنتس في دي ان اي لا هو بيعمل لي نسخه لكائن حي ككل يعني مثلا لو عندك تشيب او خروف هيعمل لك نسخه تانية منه بنفس كل حاجه بنفس الشكل بنفس الحجم بنفس الهيئه هو ده اللي هو الريبرودكتيف كلوننج اما بقى البوينت الثالثه ودي بتتكلم عن النوع الثالث في الارتفيشال كلوننج وهو a therapeutic كلوننج اللي هو الاستنساخ العلاجي طيب ايه هو الاستنساخ العلاجي ده ده نوع مختلف شوية عن الاتنين اللي فاتوا لانه هو بيهدف الى انتاج امبريونيك ستيم سيلز اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الليكتشر دي فهو عايز يعمل لك كمية كبيرة جدا من الستيم سيلز طب هي الستيم سيلز دي هستخدمها في ايه اصلا يعني هم الاطباء او العلماء ليه بيسعوا ان هم يطبقوا النوع ده من الاستنساخ الستيم سيلز ليها فوائد كتير جدا لان انا قلت في البداية ان هي ممكن آه تعالج أنسجة كتير مثلا فيها آه أمراض جوه جسمك ممكن تعمل استبدال لبعض الأنسجة المصابة دي فبالتالي ليها أهمية كبيرة جدا في جسمك فعشان كده العلماء بيهتموا جدا بالنوع ده وفي أبحاث كتيرة جدا على النوع ده بالذات من الاستنساخ في الفترة دي آخر بوينت عندك في السلايد ده بيقولك إن الجين كلوننج أو الاستنساخ الجيني برضو بسميه بالدي إن إيه كلوننج يعني استنساخ دي إن إيه لأن الجينات عبارة عن سيجمنتس أو قطع صغيرة موجودة على دي فممكن ان انا اسميه بالجين كلوننج وممكن ان انا اسميه بالدي ان اي كلوننج يعني هما الاثنين لنفس العمليه بعد كده بيقول لك ان العمليه بتاعه الجين كلوننج او الميكانيزم بتاعها بيبقى مختلف تماما عن الريبرودكتيف وعن الثيرابيوتيك كلوننج يعني ايه يعني الجين كلوننج لما العلماء بيبتدوا ان هما يطبقوه فبيستخدموا له ميكانيزم او طريقه مختلفه تماما عن النوعين التانيين النوعين التانيين اللي هما الثيرابيوتيك كلوننج والريبرودكتيف شبه بعض قوي في الميكانيزم بتاعهم ولكن كل واحد بيتم استخدامه في غرض معين يعني ايه يعني ان انا لما اجي استخدم مثلا ثيربيوتيك لونينج فانا عارفة ان انا هستخدمه علشان انتج ستيم سيلز اما لو هستخدم الريبرودكتف كلوننج فلا ده غرض تاني خالص وان انا اعمل او اكون نسخة من كائن حي ككل نبدأ اول حاجة باول نوع ونعرف التفاصيل بتاعته هو الجين كلوننج او اللي هو الاستنساخ الجيني لازم نعرف يعني ايه جينات اصلا يعني انا هدرس استنساخ واسمه استنساخ جيني فانا لازم اعرف يعني ايه جينات فالجينات دي بتبقى عباره عن مثلا آه سجمنتس او قطع بتبقى موجوده على الدي ان اي بتتحكم لك في كل حاجة او كل الانشطة تقريبا اللي بتتم في جو جسمك يعني تكوين البروتين في جسمك كل العمليات الحيوية اللي بتحصل فاللي بيتحكم اللي في ده هي الجينز طيب الجينات دي بلاقيها فين في الجسم؟ بيقولك ان الجينز are found in a long coiled chains called chromosomes يعني الجينات دي بلاقيها على سلسلة كده ملتفة او شكلها لولبي بسميها الكروموسومات كمان الكروموسومات دي بتبقى موجودة جوه النيوكلي او بتبقى موجودة جوه النواة والنواة بتبقى موجودة جوه جوه السيلز اللي جوه جسمك ده موقع الجينات بالظبط جوه جسمك البوينت اللي بعدها بقى بيقولك ان ريسيرشرز او اللي هم الباحثين روتينلي use cloning techniques to make كوبيز of genes that they wish to study يعني ان العلماء او الباحثين دايما بيستخدموا النوع ده من الاستنساخ علشان يعملوا اكتر من نسخة لاكتر من جين طيب هم ليه اصلا عايزين يعملوا اكتر من نسخة لاكتر من جين لان في بعض الجينات بيبقى عليها ابحاث كتير جدا ودراسات كتير جدا فبالتالي بيبقوا محتاجين اكتر من نسخة للجين ده مثلا معين او لجين معين علشان يقدروا يعملوا عليه ابحاث براحتهم فالعملية بتاعة الجين كلونيك بتستخدم في الغرض ده طيب التكنيك ده او الطريقة دي بتتم ازاي اول حاجة بنجيب الجين المراد نسخه او اللي هو محتاجين ان احنا نعمل عليه اكتر من نسخة وده بسميه الفورين دي ان اي أوكي؟ تاني حاجة بنجيب حاجة اسمها مثلا فيكتور uh, تمام او كارير حاجه كده زي حامل للجين طيب الفيكتورز دي ممكن تبقى ايه ليها انواع كتير جدا ممكن تبقى بكتيريا ممكن تبقى ييست اللي هي الخميره ممكن تبقى فيروسز ممكن تبقى نوع تاني اسمه بلازميد وهكذا كل الحاجات دي بسميها فيكتورز او كاريرز للدي ان بعمل ايه بقى انا عندي الجين جبته اللي هو بسميته فورن دي ان وجبت الفيكتور اللي هو هيبقى حامل للجين بيتم تمام ادخال الجين او الفورن دي ان ده جوه ال اللى انا جبته سواء كانت بلازمية سواء كانت بكتيريا سواء كانت يستسل تسل كل ده انا ممكن ان انا اجيب الجين اللي انا عايزه انسخه واحطه جوه الفيكتور ده طيب هايل انا حطيت الجين اللي انا عايزه اعمله اكتر من نسخه حطيته جوه الفيكتور ده طيب وبعدين بقي العلماء بتبدا ان هي تدخل الفيكتور ده في بعض الكونديشنز معينه او بعض الحالات المعينه والاوضاع المعينه في المعمل فبيقولك بيقولك the vector is placed in laboratory conditions that promote it to uh, multiply resulting in the gene being copied many times over يعني ان العلماء او الباحثين بتبدأ ان هي تدخل الجينات دي في حالات معينه او conditions معينه جوه المعمل بحيث ان هي تبقي مهيئة ان هي آه, تنتج لي اكتر من نسخة للجين المراد نسخه ده وده الميكانيزم او التكنيك اللي بيتم بيه صناعة نسخ من الجينات تاني نوع عندنا من الاستنساخ الصناعي هو ال reproductive cloning فاول بوينت فيه بيقول لك this technique which is intended to produce a duplicate of existing Animal. يعني ايه؟ يعني النوع ده بالذات من الاستنساخ بيبقى هدفه ان هو يعمل لك آه كائن حي يعني صورة طبق الاصل من الكائن الحي اللي انت جايبه لو عندك مثلا تشيب فانت عايز تعمله نسخه فهو هيعمل لك خروف تاني بنفس الهيئه بنفس الشكل بنفس كل حاجه فده بسميه ريبرودكتيف كلوننج وهو فعلا هينسخ لك كائن حي ككل مش مجرد جين ولا مجرد مثلا دي ان ايه ولا اي حاجه لا هو هيعمل لك نسخه من كائن حي طيب التكنيك بتاع الكلوننج ده او الميكانيزم بتاعه بيتم ازاي اول حاجة انا بجيب اوفم او بجيب بويضة من الكائن الحي ده بشيل منها النواة بتاعتها او بشيل منها الجيناتيك ماتيريال فبالتالي البويضة اللى معايا دلوقتى بقت عبارة عن اطار خارجي هي ما فيهاش اي جيناتيك ماتيريال خالص في نفس الوقت بجيب من نفس الكائن الحي اللي انا عايزه انسخه ده بجيب منه آه سوماتيك سيل او بجيب منه خليه جسديه طبعا عارفين ان احنا بدانا في الامبريولوجي وقلت ان الخلايا الجسديه بتبقى عباره عن تو ان او ثنائيه المجموعه الصبغيه على عكس الامشاج اللي كانت بتبقى عباره عن احاديه المجموعه الصبغيه فنركن الامشاج دلوقتي على جنب ونجيب سوماتيك سيل او نجيب خليه جسديه اللي بتحتوي على عدد كامل من الصبغية. صبغيات. فهجيب الخلية الجسدية دي وادخلها جوه الاوفم اللي انا اوريدي شايلة منها النواة بتاعتها اللي هي عبارة عن مفرغة فبالتالي بقى عندي بويضه جواها سوماتيك سيل فبالتالي انا عندي البويضه دي جواها عدد كامل من الصبغيات ولكن بدون حدوث اخصاب هي اوريدي شبه مخصبه لان هي عباره عن 2 ان ولكن بدون حدوث عمليه اخصاب لان انا جبت خليه جسديه ما جبتش امشاج وما حصلش اخصاب في الليله دي كلها لا انا جبت خليه جسديه وهي عباره عن 2 ان تبدا ان هي تدخل البويضه اللي هي يعتبر دلوقتي اوريدي مخصبه تمام تبدا تدخل بقى في حالات معينه وكونديشنز معينه في المعامل بحيث ان هي تكون لي جنين كامل الموضوع ده تقريبا اتعمل في حوالي سنه 2002 تمام كان على تقريبا شيب او اللي هي حاجه سموها النجادولي وكده ولكن ما عاشتش كتير الكائن اللي تم نسخه ده وتقريبا من 2002 يعني الموضوع ده ما اتعملش تاني ولكن قايمه الابحاث على كده والموضوع ده برده ما تمش على البشر لحد دلوقتي خالص نيجي بقى لاخر نوع من الارتفيشال كلوننج او من الاستنساخ الصناعي وهو ايه ثيرابيوتيك كلوننج او بسميه ميديكل كلوننج اللي هو الاستنساخ العلاجي فأول بوينت عندك بيقول لك therapeutic cloning involves creating a cloned embryo for the sole purpose of producing embryonic stem cells with the same DNA as the donor cell يعني إيه؟ يعني النوع ده كل هدفه وكل غرضه إن هو يكون لي جنين تمام أو يعتبر زيجة كده في بداية المراحل بتاعته علشان أقدر آخد منه الستيم سيلز أو سيلز ال اللي أنا محتاجاها علشان أعالج بها بها أمراض أعالج بها غرض معين وهكذا فكل ده غرض لي للاستنساخ العلاجي فاهو بيقول لك في البوينت التانيه بيقولك لك these stem cells can be used in experiments فالبوينت التانيه بيقولك لك these stem cells can be used in experiments aimed at understanding diseases and developing a new treatment for diseases زي ما قلنا ان الخلايا دي او ال دي بيستخدموها العلماء والاطباء في experiments او في تجارب معينه علشان يقدروا يفهموا بعض الامراض ويقدروا ان هم يكتشفوا ليها علاج جديد ولكن لكن برضو لحد دلوقتي بيقول لك there is no evidence that human embryos have been produced for therapeutic cloning يعني لحد دلوقتي برضو مفيش اي دليل عن ان تم برضو انتاج جنين علشان يقدروا يستخلصوا منه الاستم cells دي وبكده تكون خلصت الليكتشر بتاعتنا النهاردة ويكون خلص معاها تشابتر آه الامبريولوجي كله اتمنى ان اكون بسطت الموضوع على قد ما قدرت ولو في اي سؤال سيبوه في الكومنتس وان شاء الله هنرد عليكم